السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، حدث لو أتحفتنا ببعض أحكام العقيقة، تسميتها، وقتها، وهل يعطى الأغنياء منها، وهل يجوز إعطاء الكافر منها، وهل الأفضل توزيعها أو عمل وليمة؟ كم سؤال هذا؟ تدور حول موضوع واحد يعني. حتى لو قلت لي اذكر لي صفة الصلاة ومبطلاتها ومكروهاتها وسجود السهو وصلاة الاستسقاء وصلاة الاستخارة، كل موضوع واحد. على كل حال، العقيقة سنة مؤكدة، عن الغلام شاتان وعن الجاري الشاتان، تذبح في اليوم السابع ويؤكل منها ويسعى على الأغنياء هدية وعن الفقراء صدقة. هذا خلاصة. نعم. الكافر يتصدق منها عليه إذا كان لا إذا كان لا ينال المسلمين منه ضرر، لا منه ولا من قومه، لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، يعني ما ينهاكم عن بره، برهم تصدقوا عليهم، ما في مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالبر إحسان والقسط عدل. إن الله يحب المقسطين. نعم.